السلام عليكم أبطال جونيور 4. في الفيديو ده معانا مقارنة كده سريعة بين horses والكاملز، الحصنة والجمال. بيقولي the difference. difference يعني الاختلاف. difference difference الاختلاف between بين horses الحصنة and camels والجمال. هنا عندي fact file يعني ملف حقائق لمين؟ الهورس الحصان والكامل الجمل. هنا information معلومات عن animal الايه، هنا information المعلومات وهنا horse اللي هو الايه هو الانيمال الحيوان سواء هورس او كامل. اوكي بيقول لي how tall is it. طول يعني طويل، بس قلنا ايه؟ قلنا في فرق بين طول اللي هو طويل رأسيا زي ده كده هنا من تحت لفوق، ولونج اللي هو طويل بس افقيا من هنا لهنا او من هنا لهنا. اوكي يبقى how tall is it، ما طول الحيوان من تحت لفوق، من تحت لفوق. قال لي هنا 1.4 to 1.8 meters يعني 1.4 من عشرة أو 1.8 من عشرة متر. طيب ده الهورس الكامل. قال لي 1.8 1.8 من عشرة إلى 2 meters. أوكي يبقى هنا عندي مين أطول بقى؟ زي ما هو باين هنا لغاية 2 هنا آخره 1.8، يبقى الجمل بيبقى أطول من مين؟ من الهورس الحصان. How heavy. How heavy يعني ما وزن. How heavy ما وزن. How heavy is it. قال لي هنا الهورس الحصان 380 from 380 to 550 kilograms من 380 ل 550. طب what about the camel. قال لي from 400 to 650 kilograms من أتقل، واضح الايه الكامل. How fast. How fast يعني ما سرعة. How fast is it. قال لي هورس الحصان 88 كيلو 88 كيلو متر per hour. هنا كيلو متر يعني كيلومتر، per hour per hour يعني للساعة. اوكي هنا 65 كيلو متر per hour يعني كيلومتر للايه للساعة. دي بنستخدمها مع السرعات يا شباب. مين أسرع؟ طبعا زي ما هو باين هنا horse. The horse is faster than the camel. يبقى الحصان أسرع من الجمل. طيب how long does it live. هنا قلنا لما لقي كلمة live مع how long يبقى هو هنا مش بيسأل عن طوله، بيسأل عن المدة اللي هو بيعيشها. يبقى ما المدة اللي هو بيعيشها؟ قال لي الحصان from 25 to 30 years بيعيش من 25 ل 30 سنة. طيب what about the camel. قال لي 40 years يعني تقريبا عمره بيبقى في حدود ال 40 سنة. يبقى الحصان الجمل ممكن يعيش أكتر من الإيه من الحصان. طيب هنا برضو في حاجة مشوقة جدا، بيقول لي horses الحصنة have لديها large يعني كبير beautiful جميل eyes عيون. عيون الحصنة كبيرة وجميلة. ايه تاني؟ قال لي horses الحصنة have لديها strong teeth. teeth يعني أسنان، المفرد بتاعها tooth. tooth يعني سنة، سنة واحدة جمعها مش بحط لها اس، لا جمعها teeth يعني أسنان. يبقى الحصنة لديها أسنان قوية strong. they like هم بيحبوا to eat بيحبوا يأكلوا grass عشب and drink ويشربوا fresh water مية عذبة. مية عذبة اللي هي يعني مية مش مالحة. هنقف لغاية هنا في الفيديو ده، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنخصصه لجزء مهم قوي في الجرامر اللي هو صيغة comparative اللي هي المقارنة، المقارنة بين اتنين. اوكي وناخد بالنا شباب الجزء ده من الجرامر مهم جدا جدا جدا.
طيب هل هو صعب يا مستر؟ لا مش صعب ولا حاجة، بس هو ممكن يكون كبير شوية. إن شاء الله هنحاول في الفيديو اللي جاي نبسطه على قد ما نقدر، وإن شاء الله هتفهموه هتحلوا الأسئلة اللي عليه. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.